يسعد صباحكم طلاب الصف الثاني الأساسي جيم. اليوم هو الاثنين، تاريخنا اليوم هو 9 من شهر 11 لعام 2020. مع بعض خلينا نفتح كتاب اللغة العربية أبطال على صفحة 43 وخلينا نكمل مع بعض التدريبات الدرس. نبدأ بالسؤال رقم 7، كمله عنا. أعد ترتيب الكلمات لأكون منها جملتين مفيدتين. عندنا كلمات مبعثرة بدنا نرتبهم: أن، حمامة، أراد، يصطاد، الصياد. عندنا أول كلمة بلشين لها بكلمة أراد. من الذي أراد؟ الصياد. ماذا أراد الصياد؟ أن يصطاد حمامة. طيب يا مس، أراد الصياد أن يصطاد حمامة، هذه الجملة إيش بنسميها؟ أراد، هل هي اسم أم فعل؟ أحسنتم، فعل. إذن هاي اسمها جملة فعلية لأنها بدأت في فعل. طلع الكلمة الثانية، عندنا كلمة الصياد. الصياد أراد أن يصطاد حمامة. الصياد هل هي اسم أم فعل يا مس؟ أحسنتم، اسم. إذن هي جملة اسمية، لماذا؟ لأنها ابتدأت في اسم. حلهم مع بعض. ننتقل للسؤال رقم 8، أكمل على نمط المثال ثم ألفظ. عندنا كلمة صغير، صغيرة. صغيرا يعني مذكر، يعني للولد، نحكي عنه صغير، طويل، كبير، ذكي، نشيط. أنا بحكي لصيغة المذكر، لصيغة الولد. أما صغيرة هي للمؤنث، يعني للبنت، زي نشيطة، كبيرة، تنتهي بتاء عليها تنوين. إذن صغير هي مذكر وصغيرة هي مؤنث. خلينا نحل الكلمات مع بعض. كبير مؤنثها كبيرة بزدلها تاء مربوطة. جميل وهي تدل على المذكر ومؤنثها جميلة. طويل مذكر ومؤنثها طويلة. لاحظوا إنه إحنا زدنا تاء مربوطة للكلمات، حولناها للمؤنث بزيادة تاء مربوطة. قصير ومؤنثها قصيرة. ننتقل للسؤال رقم 9 يا مس، املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. عندنا هدول من، عن، إلى، في، حكينا هدول اسمهم حروف الجر، والكلمة التي تأتي بعد حرف الجر هي اسم مجرور، اسم مجرور. أنقذت النملة الحمامة فراغ الصياد. من، أنقذت النملة الحمامة من الصياد. سقطت النملة فراغ الماء، سقطت النملة في الماء. بحث الصياد فراغ الحمامة، بحث الصياد عن الحمامة. أحسنتم، وهون يا مس بدنا نزيد مدت الغصن فراغ النملة، مدت الغصن إلى النملة، بدنا نزيدها يا مس، يعني مدت الغصن إلى النملة. ننتقل للصفحة الأخرى وهي 44. ألفظ الكلمات بتسكين الحرف الأخير منتبها للفرق بين نطق التاء المربوطة المتصلة والتاء المربوطة المنفصلة والتاء المبسوطة في آخرها، ثم أعد كتابة الكلمات. تذكروا يا مس أخذنا التاء المربوطة والتاء المبسوطة، تذكروا لما أخذنا عائلة التاء والهاء. طيب يا مس، هلا كيف بدي أميز بين التاء المربوطة والتاء المبسوطة؟ التاء المبسوطة يا حلوين إذا لفظتها مع تنوين أو أي نوع حركة تلفظ تاء. تاء المبسوطة إذا لفظتها ساكنة أو لفظتها مع حركة تلفظ تاء مبسوطة. تتذكروا لما حكينا أنه هي مبسوطة عشان هيك دايما تلفظ، لهيك سموها مبسوطة. أما التاء المربوطة حتى أقدر أميز بينها وبين الهاء أو التاء،
ما بتلفظ إلا إذا قرأت الكلمة مع حركة أو تنوين. طلعوا لي على الكلمة الأولى، عندنا كلمة كتبت. كتبت، أنا لفظتها ساكنة، لفظت التاء ولا ما لفظتها؟ لفظتها، إذن تاء مبسوطة. مدينة، لفظتها أنا؟ لا. طب خلينا نقرأها مع التنوين، مدينة، إذن تاء مربوطة. ليه؟ لأني لفظتها فقط عند التنوين. بنت، لفظت التاء؟ نعم. حكيتها ساكنة ولا متحركة؟ ساكنة. بنت، بنتون، لفظت التاء في المرتين، مرة ساكن ومرة متحرك. كرة، كرة، لفظتها أنا مع تاء؟ لفظت التاء؟ لا. طب خلينا نجربها مع تنوين، كرة، لفظت التاء ولا لا؟ لفظتها إذا بتكون تاء مربوطة. إذا يا مش زي ما حكينا، حتى أميز بين التاء المبسوطة والتاء المربوطة لازم أقرأ الكلمة مع التنوين، مع الحركة. إذا لفظتها في حال اللي قرأتها ساكنة أو متحركة، لفظت التاء إذا بتكون تاء مبسوطة، إذا ما لفظتها إلا مع التنوين بتكون تاء مربوطة زي ما حكينا المرة الماضية بالفيديوهات اللي قبل. عندنا إملأ الفراغ في الكلمات بالشكل المناسب للتاء المبسوطة أو التاء المربوطة. خلينا نقرأ أول كلمة، نملة، نقرأها مع التنوين، نملة، إذا تكون تاء مربوطة. سقطت، سقطت، أنا لفظت التاء إذا تكون مبسوطة. حمامة، حمامة، ما لفظتها، نقرأها مع التنوين، حمامة، إذا تاء مربوطة. حملت، لفظتها إذا تاء مبسوطة. صغيرة، صغيرة، إذا تاء مربوطة منفصلة. نجت، تاء مبسوطة لأني لفظتها. ويا مس هذا السؤال، استخرج من درس القراءة الكلمات الآتي واكتبها، هذا واجب يا مس منحله وتبعتوا لي على الإيديونيشن. وراجعوا يا مس في الفيديوهات اللي قبل التاء المربوطة والتاء المبسوطة. ويعطيكم ألف عافية.